أهلا وسهلا أخ باسم. أهلا وسهلا أخت نوال. أهلا بيك أخ باسم، شكرا إنه أنت معانا رغم الجدول المزحوم جدا. شكرا جزيلا، وإحنا الآن وإحنا بنصلي وبعد الصلاة كمان لينا أمور رائعة نشارك بيها أحبائنا المشاهدين. تمام. فالقسيس إبراهيم الحقيقة لما ابتدى معانا أنا هكرر نفس السؤال مع حضرتك أخ باسم، نعم. إذا في طلبة شكر واحد أو على قلبك تشكر الرب من أجل شيء واحد الآن، إيه هو اللي تحب تشكر الرب بيه؟ أشكرك أخ نوال، وأشكر الرب من أجلك ومن أجل أخ القس قس إبراهيم وقس يوسف، وأيضا اللي راح يعني يلتحقون بينا قريبا، الأخت نازي والأخ حسين من الشرق الأوسط، وأخت أخرى من الشرق الأوسط. لكن جوابا على السؤال مالتك أخ نوال، أنه يعني ما أقدر أقول الرقم، ربما أكو عندي آلاف النقاط وكلها واحدة أهم من الثانية أو أكبر من الثانية، بس لأنه شفت خلف القس إبراهيم تلفزيون، سكرين مال التلفزيون مالته الموجودة خلفه، نعم، شفت خمسة لوجوات لخمسة قنوات الحديثة، يعني تقريبا بآخر شهرين ثلاثة، وشجرة الآرامية. فأنا أريد أشكر الله على شجرة الآرامية وهذه القنوات، وخصوصا أو خصيصا القناة الجديدة اللي بعدها يعني في حالة تطور، لكن هذه القناة أنه بدينا الآن بلونشينج، يعني انطلاق برنامجين إلى أفغانستان. هذه هي القناة الجديدة. أنا أشكر الرب من أجل هذا الباب اللي فتحه أمامنا. صارنا سنين كثيرة نفكر about أفغانستان. أتذكر قبل لو سنتين ونص ثلاث سنوات ونص، من خلال أعتقد الفيسبوك، I don't know what was، أنه اتصل واحد بي من أفغانستان، وهو كان إما بأوروبا أو هنا بأمريكا. فحاولت يعني أكسبه حتى يكون على الأقل يعني يكون عندنا ولو شخص واحد من تلك الدولة، لكن يعني ما كان من نصيبنا، لأنه عقله كان يعني بهذه الدنيا ويريد زواج مسيحية وإلى آخرين. لكن أنا أريد أهنيكم أعزائي المشاهدين، وأهني نفسنا بالآرامية وكل الذين أنتم دعمتم وصليتم ووقفتم معنا، أنه في يوم الانتخابات الأمريكية اللي هو election 2020 اللي هو 3 بالشهر، إحنا أيضاً هنا في الآرامية راح يكون launching أول برنامج من خلال قناة الأفغانية الأفغانستان، ولو يعني ما مدى أشوفها على الـ على الـ على الـ الشريط اللي جاي يمشي تحت السكرين، بعدين راح أضيفها، اسمها abnafghanistan.com. لكن شنو هو البرنامجين اللي الآن أنا دا أشكر الله من أجل هذا الموضوع؟ برنامجين يعني special, very special. واحد من عندهم يوم الثلاثاء باللغة واحدة، لأنه هناك أكو لغتين رئيسيتين، واحدة من عندهم اسمها Pashti language Pashti، واللي هي هذه أعتقد سوري هذه Pashti language، والثاني برنامج يوم الخميس يوم خمسة بالشهر اللي راح يكون بلغة داري لانجوج. داري هي تقريبا مشابهة الفارسي، وتقريبا 80% من اللي يتكلم داري يتكلم فارسي أو يفهمون هم وإيرانيين. Another good news، خليني أيضا أضيفها هنا، أنه أكو في إيران
في إيران على الأقل 3 ملايين أفغانيين. نعم نعم، ولو أكو في أفغانستان 10% من عندهم يتكلمون الإنجليزية. بس أنا أريد أشكر الله أنه التقينا أنا والقس أحمد، القس إبراهيم، قبل يومين في برنامج، لا لا عفوا البارحة، البارحة سوينا اجتماع من خلال الستريم يارد، وكان هو والقس أحمد 2 عبرين، 2 قسس من أفغانستان عبرين إلى المسيح، وخدام وعدهم فيسبوك، ويعني عندهم خدمة بين الأمم. بالحقيقة عندهم كنيسة في تورنتو، كنيسة يعني لا بأس بها، بس كلهم أفغانيين ولغتهم بالكنيسة كلها أفغانية. So هذول الخدام 2، القس عبيد والقس عبيد، القس عبيد، هذول راح يبدون مع الآرامية من خلال قناة abnafghanistan.com، وطبعا ايضا فتحنا يوتيوب اسمها abnafghanistan، فيسبوك اسمها abnafghanistan، وتويتر اسمها abn، صفحة يعني abnafghanistan. So هذه انا بالنسبة لي فرحة كبيرة. وبس اقول اخر شيء وانتهي، افغانستان وإيران وتركيا اللي هذ ثلاث لوجوات هناك، يعني هي 4، أنا طلعت خارج الترينيتي والفارسي، لكن عفوا بس الترينيتي طلعت، عفوا ترينيتي أند أردو، ما عدا ترينيتي أند أردو، أفغانستان وتركيا وإيران، هذه الثلاث قنوات أو هذه الثلاث دول، أفغانستان وإيران وتركيا، هذول الثلاث دول ما يوصل لهم القمر نايلسات، ما عدا شوية بس أكو 10 ملايين في الأهواز في جنوب غرب إيران، يس يوصل هناك ويتكلمون معظمهم بالعربي والفارسي، لكن بقية إيران النايلسات ما يوصل، تركيا ابدا ماكو النايلسات، وطبعا افغانستان بعد ابعد. اوكي، لكن نشكر الله انه مع نزولنا في هذا القمر ياسر الى ايران وتركيا واوروبا وجزء من الشرق الاوسط، الله ارسل من خلال القس ابراهيم اللي قاعد امامكم، الله أرسل من خلاله قسس 2 يعيشون في تورنتو وعندهم كنيسة واجتمعنا، وهم they are over excited، وأنا قس إبراهيم أيضا over excited. So نشكر الله على كل هالأمور، وإن شاء الله في بداية شهر 11 يعني بعد حوالي أقل من أسبوعين صراحة ينطلق أول برنامج باللغة الأفغانية، بس أنا ما متأكد إما بلغة باشتي أو لغة داري، المهم 3 لغة، ويوم الخميس لغة أخرى، أسبوعيا برنامجين، وهذه فرحة كبيرة. وأنا أشوف مقدما خلال أقل من سنة ملايين من الأفغانيين اللي موجودين في إيران أو اللي موجودين في أفغانستان راح يسمعون الرسالة وراح يتباركون، وهم راح يجيبوا، يعني راح تصير نهضة كبيرة في هذول الدولتين. ليش؟ لأنه قريبين باللغة وجيران، واثنيناتهم يعني اسمهم عسكريا وسياسيا واضطهاديا وإرهابيا إلى آخره، يعني تقريبا متساوين. لكن نشكر الله أنه فتح الله هذا الباب أمامنا لأصعب دولتين بالحقيقة أكوياها، أردو اللي هي باكستان، باكستان أيضا لا يقلون من ناحية الإرهاب والإسلاميات مالتهم، لكن أنا دا أقصد بس 2، لأنه بالنسبة إلى باكستان ما عندنا
ساتلايت، وحتى أفغانستان ما عندنا ساتلايت، لكن نصلي، وأنا بالإيمان أعرف أنه الله قريبا جدا وربما قبل كريسمس راح يلمس قلوب أشخاص معينين، يقول لأنه أنت أول قناة نزلت إلى أفغانستان حتى تتكلمون المقارنة بين المسيح ومحمد، بين القرآن والكتاب المقدس، بين الشريعة الإسلامية وشريعة المسيح، راح مثل ما الله أعطانا أن ننزل بقناة الياسات إلى إيران وتركيا، أنا متوقع 100% 100% وراح نشوف إن شاء الله. أشكرك قنوات، وهذا هو الشكر الأول اللي أنا عجبني أن أشارك معكم.